تفاصيل أكثر وخطوات عملية أكثر يسمنا أستضيف هنا في الاستوديو نورة صدقة، مدربة القيادة والأداء. نورة أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. كل سنة وأنت بخير. وأنت بخير. كلنا منبلش منقول بدنا نبلش سنة جديدة بشيء جديد، نحط أهداف جديدة، وكلنا بعضها منحققها وبعضها ما منحققها. هل هو فشل إذا ما حققناها قبل ما ندخل بكيف ممكن أنه هو فشل طبعا. هو فشل مع حالنا بس مش فشل اجمالا، منه فشل بس لانه بالعاده بنحط اهداف كثير كبيره وغير واقعيه وبناخذ قرارات كثيره باول السنه، فبيوصل شهر فبراير نكون نسينا اصلا انه حطينا كل هالاهداف لحالنا. فاذا هلا نحن كيف ممكن مدير الفريق او القيادي بالفريق ممكن انه يضع اهداف بيقدر هو وفريقه يحققوها سوا، يعني ما بتعتمد عليه وحده؟ فيمكن اللي تغير هلا هيدي السنه انه عم نطلع شوي على كل شيء عم بيصير بالعالم وكل شيء تعلمناه من هيدا الوباء، يلي هو انه لازم نضلنا نكون منفتحين ويكون عندنا مرونه ويكون عندنا قبول انه معقول الاشياء تغير. نعم. اذا بنتذكر ببدايه السنه الماضيه كلنا حكينا اول بزنس ترندز انه الفاكسينيشن رح تساعد كل الشركات ورح نرجع كلنا على الشغل، وتبين انه كل هيدا ما زبط خلال السنه، والتركيز كان على اكثر شيء على المنتل هيلث ولا على سلامه الموظفين. فاليوم الليدر او المدير او المدراء اجمالا بالشركات لازم يحطوا اهداف اولا هن مرتاحين فيها، اهداف واقعيه واهداف صغيره، ويجربوا شوي يكون عندهم مثلا انجاز ويحتفلوا بهذا الانجاز حتى يروحوا على الانجاز الثاني، وما يكون في كثير اهداف بوقت اصغر، لانه الحاله يلي نحن فيها يلي هي فيها تغيير دائم هي حاله صعبه للموظفين، صعبه لكل انسان، فلازم ناخذ هالشيء بعين الاعتبار وبشكل جدي وما نزيد اكثر على حالنا. يعني اذا بدنا نرجع على كلمات ايمانويل ماكرون يلي قال انه هيدي حرب نحن كلنا عم نواجهها، فلازم ناخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء. فالاهداف صغيره واحتفال بالانجازات الصغيره حتى نقدر نروح لهدف ثاني. ويمكن اهم شيء هو مفهوم الوقت. بالعاده بس نحط لحالنا اهداف وقرارات يمكن بنفكر انه عندنا كثير وقت او لحتى نقدر ننجز هالقرارات ما لازم لنا كثير وقت، بس بالحقيقه مش مزبوط. ويمكن لازم بالعكس ناخذ بعين الاعتبار الوقت كطاقه ونقدر يكون عندنا مانجمنت للطاقه تبعولنا اكثر من ما يكون مانجمنت للوقت. بعتقد كمان كثير ضروري الواحد يتسامح مع حاله بحيث انه لما بنحط الاهداف بنحط ايضا هامش خطا بيسمح ممكن انه يعني نشتغل من ضمنه، يلي هو اذا انت من ضمن هالهامش الخطا او المارجن اوف ايرور ممكن انك تضلك تعتبريها بعدك حققتي نجاح. مزبوط. وكمان ذكرتيني بشغله انه بس يكون عندنا هيك امبيشن كثير كبيره وهدف كثير كبير عم ننسى انه عم نعملهم الانجازات الصغار، فما عم نقدر نحتفل فيهم، فبيضل في هالاحساس بالاحباط انه انا ما وصلت على هيدا الانجاز الكبير يلي بدي اياه بالحياه. فيمكن مثل ما انت عم بتقولي انه كثير مهم انه نشتغل مع هالمارجن اوف ايرور ونطلع على الخطوات الصغيره يلي عم نقدر نحققها يوميا. اهضم شغله شفتها مع بدايه السنه، بتعرفي كيف دائما نحن بنقول بدي بلش الرجيم او الدايت بيوم الاثنين، بنخلي دائما ليوم الاثنين، طبعا راس السنه بلش يوم الجمعه، فواحدة من الاشياء اللي شفتها بنتذكر كلنا الاشخاص يلي قرروا انه بده يبلشوا ياكلوا بشكل صحي ابتداء من راس السنه وبعدين قرروا يستنوا ليوم ليوم الاثنين، اشتروا يومين ثلاثه زياده لحالهم. ايه مزبوط. هيدي هي يعني بس كمان نقطه مهمه هون انه اذا ما في اراده ابدا انه مثلا ننتبه على الاكل تبعولنا ما نحط هيدا كهدف. ما نحطه كهدف، نكون متعاطفين اكثر مع حالنا وواقعيين اكثر ومتسامحين مثل ما انت انه خلص معلش هيدا الهدف مش رح احطه هلا، يمكن رح يجي وقت
رح يجي هيدا الشيء بشكل طبيعي اكثر ومني لحالي رح اقدر. على صعيد شخصي بفهم تماما، لكن على صعيد العمل وبالشركات يعني هيدي الشركات تبقى ملزمه بخطط توضع على نفسها سنه قبل بسنه، والمدراء مطلوب منهم تنفيذ هذه الخطط وتحقيق هذه الاهداف. على هيدا الصعيد يمكن اهم شيء انه للمدراء انه يخلوا بعين الاعتبار انه في بريشر كثير كبيره موجوده، فمشان هيك الاهداف ما يكونوا كثير كبار، يكونوا اصغر، ويكونوا ما ضروري يكونوا متعددين كثير، شوي شوي. وكمان بعد مره عن جد احتفال بالانجازات حتى يضل في موتيفيشن بالشغل، حتى يضل الموظف مبسوط ويقدر يقدم لقدام. نورة صدقة، شكرا جزيلا لك. شكرا.